تنفيذ استراتيجيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرامية إلى تجويد الخدمات المقدمة لفائدة النزلاء، وكذا الرفع من الأنشطة الموازية الموجهة لهذه الفئة. كتعمل يعني المندوبية جاهدة على مواكبة جميع التظاهرات الوطنية ولا المحلية ولا القارية ولا الدولية، وذلك من خلال توفير للنزلاء هذه التظاهرات، وذلك من خلال توفير القنوات الرياضية المخول لها بث هذه التظاهرات، بحيث أن هذه القنوات معممة على جميع المؤسسات السجنية، هي يعني موفرة لجميع النزلاء المؤسسات السجنية في الغرف في غرفهم. ويعني كما شاهدتوا يعني هذا التنظيم واحد الفرجة جماعية للنزلاء أحداث السجن المحلي طنجة واحد من خلال قاعة المسرح التابعة للمركز البيداغوجي بالسجن المحلي لطنجة واحد. كما شاهدتم يعني إجراء الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني ضد منتخب البنين دورة تمون النهائي لكأس إفريقيا المنظمة بمصر. كما شفتوا أجواء يعني احتفالية ديال النزلاء وحماسية تشجيعا للمنتخب الوطني المغربي، والحمد لله يعني المندوبية دائما حاضرة بكل استمرار في جميع التظاهرات المنظمة على الصعيد الدولي من خلال توفير هذه الأجهزة اللي كتخص تنظيم هذه التظاهرات. بطبيعة الحال يعني كما شفتم معنا يعني أن هذه القناة يعني متوفرة للنزلاء الأحداث، بحكم أننا جمعناهم في داخل مسرح التابع للمركز البيداغوجي، في حين أن جميع النزلاء وحتى النزيلات يعني متوفرة لهم هذه التقنية ديال أنهم يتفرجوا جميع المباريات، خصوصا الآن ديال كأس إفريقيا مصر 2019، يعني كل شيء موفر له هاد القنوات الرياضية. كنا كنتمنوا توفيق المنتخب الوطني شني ما ساعدنا شي لحد. كرة القدم هي هذه واحد اللي ممكن نربح، وكنشكر المؤسسة على هذه الالتفاتة اللي التفتتنا لنا. تفرجنا كاملين كأصدقاء وأحباب، وتفرجنا مع صحاب ديالنا وموظفين، تفرجنا كأصدقاء وأحباب. كنشكر المؤسسة حيت جمعتنا في هذا البارتي دو نتفرجوا كجو عائلي، وخا عندنا الإمكانية نتفرجوا في الغرف ديالنا. كنا باغي المنتخب يتأهل اليوم وصدق ما كتب شي، كنتمناو مرة أخرى إن شاء الله. كنشكر المؤسسة اللي جمعتنا اليوم نتفرجوا مع بعضنا، وخا عندنا بي ان سبور في الغرف ديالنا، نتمنين نشوفوها نتفرجوا مع بعضنا كعائلة. Oui, et tout ça super bien et magnifique. Oui, c'est ma première fois de regarder un match ici au Maroc avec les amis. Bon, le match c'était bien, mais c'était pas été facile. Le Maroc a bien joué. À la fin, ça a été coup de chance car c'est tir au but. Ouais. Je suis très fier du Maroc parce qu'ils ont bien joué et ils ont beaucoup dominé jusqu'à la fin du match. Par le tir au but, ils ont perdu, mais je les souhaite bonne chance et je les soutiens beaucoup. Je les remercie de plus. Oui, le geste, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié car ça m'a débarrassé de beaucoup de stress. Oui, j'avais envie de regarder le match avec les amis et tout ça. Par mes idées, Dieu aussi a fait qu'il nous a appelé pour visiter le match ensemble. Et on était heureux avec des joies pour être un peu ensemble, pour connaître l'idée de tout un chacun.